السلام عليكم. توفيق حكي المنسق الإقليمي لحركة الممرضين وتقنية الصحة بالمغرب. كنحييو المنبر الإعلامي عبير يعني على التغطية الإعلامية ديالو والمواكبة ديالو المتواصلة نضالات الممرضين والمواكبة ديال الهموم ديالهم يعني في كل المحطات النضالية. الوقفة ديال اليوم جاءت يعني استجابة لنداء حركة الممرضين وتقنية الصحة بالمغرب الأخير. هذه الوقفة متزامنة مع إضراب وطني لمدة 48 ساعة يعني بكل المصالح من غير المصالح ديال المستعجلات والإنعاش. يعني هذه الخطوة النضالية جاءت يعني بعد تماطل الوزارة يعني وتغاضيها عن الملف المطلبي للممرضين الذين يعني لا يخفى عليكم كم يقدمون من تضحيات جسام، لا سواء يعني خلال الأيام العادية ولا سواء يعني الآن في ظل أو في عز هذه الجائحة يعني التي يحتاج فيها فعلا المواطن المغربي إلى خدمة هذا الممرض. يعني وكان الممرض عند الموعد ولم يخن ورابط يعني في المستشفيات وفي المراكز الصحية من أجل تقديم يعني الضروري وتقديم يعني الواجب الإنساني والمهني لهذا المواطن. ملفنا المطلبي ملف واضح يعني ولطالما يعني كان يعني واضحا يعني منذ سنين الممرضين يطالبون بمجموعة من المطالب التي يعني لحد الآن لا زالت لم تتحقق، وحركة الممرضين وتقنية الصحة بطبيعة الحال أدرجت هذه المطالب في ملف من مطالبي يحتوي على 6 مطالب يعني أساسية ومعروفة يعني لدى الجميع الآن، لأننا متواجدون في الساحة دائما وقمنا بمجموعة من الخطوات النضالية. علا وعسى أن الوزير يفتح لنا يعني أبواب الحوار يعني لمناقشة هذه النقاط والتوصل إلى الحلول، لأنه كما ترون فالممرض الآن يعني بان عن يعني علو كعبه لا سواء في النضال ولا سواء يعني في تقديم الخدمات الصحيه. فلولا الممرض ما كانت يعني الحمله الوطنيه للتلقيح الان التي يعني تشيد بها جميع الدول يعني لتنجح، وما كان يعني المواطن ليتلقى تلك يعني الاسعافات يعني وتلك الخدمات التي يعني يجدها عندما يلج الى المرفق الصحي. فدعوة يعني ومناشدة لجميع الممرضين للتكتل حول يعني يعني المطالب ديالهم العادلة والمشروعة ومزيد من الصمود يعني لتحقيق الملف ديالنا المطلبي الذي يعني يحتوي كما أشرت سابقا على مطالب لا تحتاج فقط يعني إلا لتوقيع يعني توقيعات المسؤولين، من ضمنها الهيئة الوطنية يعني التي نطالب بها منذ سنين، وكذلك القوانين المنظمة لها هذه المهنة، ويعني رفض جميع أشكال السياسة التخريبية التي تغزو القطاع على غرار يعني سياسة التعاقد التي بدأت تغزو القطاع شيئا فشيئا. فتحية يعني نضالية مجددا لجميع الممرضين والممرضات المرابطين يعني في هذه الظروف لإنجاح يعني هذه الحملة الوطنية للتلقيح، وكذلك تحية للناس اللي ضحوا يعني في عز الجائحة، وشكرا للمنبر الإعلامي عبير مرة أخرى. والوزارة
الثغرات مشات وجات والحالة هي هي عيتونا بالشعارات السلام عليكم. الوقفة ديال اليوم جات تنفيذا للمقتضيات ديال البيان الوطني اللي خرجت به حركة ممرضين وتقني الصحة بالمغرب. كاين إضراب اليوم وغدا إن شاء الله مع وقفات محلية وجهوية على الصعيد الوطني. الحركة اللي عندها 6 مطالب منذ 2017، لكن للأسف الوزارة مازال كتنهج معنا سياسة الأذان الصماء ومازال ما بغاتش تحقق لنا المطالب، رغم ان الاطر الصحيه زعما بينات على المكانه ديالها، خاصه في ظل هذه الجائحه اللي صمدات زعما كانت صامده الاطر الصحيه ووقفنا كسد مانيع باش اننا نخرجوا زعما باقل الخسائر الممكنه، ولكن للاسف مازال ما تحقق لنا حتى شي مطلب من المطالب الست ديالنا. ومع ذلك غادي نبقاو ان شاء الله صامدين حتى تحقيق جميع المطالب.